بالإفراج عن سليم شيبوب سهر الرئيس السابق. لو التجمع ما مشاش مع الثورة، الثورة ما كانتش تنجح بطريقة كيف؟ باش نبدأ السلام عليكم كما قال سي محمد. عندي المقدرة والكفاءة اللي تأهلني باش نوقف قدام الشعب التونسي. ندمت على العمل مع بن علي؟ لا ما ندمتش، ندم ما ندمتش. رانا عمرنا ولا يمكن نهار من نهارات انك تتوقع تلقانا لابسين فيستة الثورة واللي ما عجبوش يصوت ضده.